زكريا، هدرنا شوية على المشروع اللي تدير لديك في منطقة لاجيرونت بالداربي. هذا المشروع كتقوم به ليداك من أجل إنجاز خط تحت أرضي ذات الجهد العالي 60 ميلي فولت اللي كيمر عبر ثلاثة المقاطعات، مقاطعة المعارف، مقاطعة ميرسيتون، ومقاطعة روشنوار اللي كيربط ما بين المحولين الكهربائيين أبيد لي بي إي كاميرون. أشن أهم مكونات تاع المشروع هذا؟ هذا المشروع هذا كينقسم إلى قسمين، قسم كيتعلق بالهندسة المدنية اللي تضم تمرير الكابلات ذات الجهد العالي، والقسم الثاني يضم إنجاز تمرير الكهرباء ذات الجهد العالي وربطه عبر المحولين أبيد لي بي وكاميرون. شحال مدة تاع الإنجاز؟ مدة الإنجاز اللي كاين في ديفتر التحملات هو 12 شهر. بالإضافة إلى ذلك قلنا بأن هذه الشبكة التي تمر عبر ثلاث مقاطعات تضم واحد الطول ديال 3000 متر ما بين المحولين الكهربائيين. شحال الميزانية تاع هذا المشروع اللي تدير لديك في لاجيرون؟ كتبلغ الميزانية ديال هذا المشروع 21 مليون درهم. واش كاين شي مشاريع أخرى على الدار اللي ديك في الدار البيضاء في 2023؟ بطبيعة الحال كتبلغ الميزانية الإجمالية ديال المشاريع اللي كتنجز شركة ليديك 232 مليون درهم.